إلى إيران حيث أدانت محكمة إيرانية ثلاثة صحفيين وأحد أفراد عائلة صحفي آخر بتهم تتعلق بالأمن القومي في الخامس والعشرين من أبريل نيسان من هذا العام ويحتجز الأربعة مع صحفي خامس منذ نوفمبر تشرين ثاني منذ العام الماضي المحكمة الثورية حكمت على الصحفيين أفيرين تشيتستاز وإحسان مزنداني بأحكام تصل إلى سبعة وخمس سنوات على التوالي كما حكمت على داوود أسدي شقيق هوشينغ أسدي الصحفي المقيم في فرنسا بالسجن لخمس سنوات مع تأجيل محاكمة الصحفي عيسى خيز الموجود حاليا في المشفى هيومن رايتس ووتش قالت انه يبدو ان الخمسه يحاكمون بتهم فضفاضه تتعارض مع قوانين حقوق الانسان مثل تهمه اهانه المرشد الاعلى مديره قسم الشرق الاوسط في المنظمه لي ويتسن قالت ان هؤلاء الصحفيين لم يفعلوا سوى ممارسه حقهم في حريه التعبير وان على ايران ان تفرج عنهم وان تتوقف عن استهداف الصحفيين وغيرهم باتهامات غامضه تتعلق بالامن القومي